السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من دورة الأجهزة الدقيقة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن قياس درجة الحرارة Temperature Measurement. لا يمكن قياس درجة الحرارة مباشرة من خلال المقارنة مع معيار مثل ما هي الحالة مع الطول أو الكتلة، ولكن يمكن الاستدلال على درجة حرارة الجسم من خلال قياس بعض الخصائص الفيزيائية للمادة مثل طول عمود الزئبق في أنبوب شعرية، الازدواج المعدني، المقاومة الكهربائية في سلك البلاتين، الجهد الكهربي الحراري ما بين معدنين مختلفين، ضغط غاز مثالي أو غير مثالي، انبعاثات الأشعة تحت الحمراء من الأجسام الدافئة. الترمومتر ثيرموميتر هو عبارة عن أنبوب شفاف ومدرج يحتوي بداخله على سائل، إما أن يكون من الكحول ويسمى بالترمومتر الكحولي، أو من الزئبق ويسمى بالترمومتر الزئبقي، ويوجد هذا السائل في بصيلة في قاعدة الأنبوب، بحيث إذا ارتفعت درجة الحرارة يتمدد هذا السائل ليصل إلى تدريج معين، وبهذا يعطينا قياس درجة حرارة. وفي حال انخفاض درجات الحرارة فإن السائل يتقلص عائدا إلى البصيلة ليعطينا بسالك قياس درجة حرارة أخرى. وعادة ما يستعمل الترمومتر الزئبقي بشكل أكبر من الترمومتر الكحولي. ومن أشهر أمثلة هذه الترمومترات هو ترمومتر الحرارة الزئبقي الطبي والمخصص لقياس درجة حرارة الجسم. الترمومترات مزدوجة المعادن Bimetallic Temperature Thermometers تعتمد فكرة المزدوج المعدني على الخاصية الفيزيائية للمعادن، وهي معامل التمدد الحراري، حيث تختلف قيمته من معدن لآخر. ومعامل التمدد الحراري مؤشر لمدى تأثر المادة ومدى تمددها تحت تأثير حرارة معينة. يتكون المزدوج المعدني في أبسط صورة من شريحتين متجاورتين ومثبتتان من طرفيهما، وكل شريحة من مادة مختلفة عن الأخرى. مثال: واحدة من النحاس والأخرى من الحديد. عند ارتفاع درجة الحرارة حول شريحة المزدوج المعدني يتمدد أحد المعدنين بقيمة أكبر من المعدن الآخر، فبالتالي يحدث انحناء في شريحة المزدوج المعدني، بحيث يكون المعدن الأكثر تمددا في الجانب الخارجي للانحناء. وعند تبريد شريحة المزدوج المعدني بدرجة حرارة أقل من حرارة الوسط المحيط يحدث العكس، ويمكن استغلال الحركة الناتجة عن تقوس وانحناء شريحة المزدوج المعدني في تحريك أطراف تلامس مفتاح، وبالتالي التحكم في تشغيل وإيقاف دائرة كهربية. وعلى هذا تعتمد فكرة الثيرموستات الموجود في كثير من الأجهزة الكهربائية. المقاومة الكهربائية ثيرمستور تعتمد على تغيير المقاومة الكهربائية للموصلات وأشباه الموصلات عند تغير درجة الحرارة. الازدواج الحراري ثيرموكابل هو عبارة عن معدنين مختلفين متصلين من الأطراف، ونتيجة لتغير درجة الحرارة تنتقل الإلكترونات الحرة من معدن إلى آخر منتجة قوة دافعة كهربائية. قياس درجة الحرارة بواسطة ضغط الغاز Pressure Thermometers تعتمد هذه المحاريير في القياس على العلاقة بين ضغط المادة ودرجة الحرارة عند ثبوت الحجم. قياس درجة الحرارة بواسطة الأشعة تحت الحمراء بيرومتر أو انفراريد ثرمومتر تعتمد هذه المحاريير في القياس على انبعاثات الأشعة تحت الحمراء
من الأجسام الدافئة. ومعانا فيديو توضيحي هنستعرض فيه بعض أجهزة قياس الحرارة. هنستعرض بعض الأدوات المستخدمة في قياس الحرارة. في البداية خالص معانا الترمومتر. الترمومتر ده عبارة عن انتفاخ فيه زئبق أو كحول، ودي طريقة قياس من خلال ارتفاع عمود الزئبق داخل أنبوب شعري. كل ما بيزيد درجة الحرارة بيتمدد السائل، بيرتفع المنسوب بتاعه، أو من خلال الازدواج المعدني باي ميتاليك. شريط بيتعرض لدرجة الحرارة بيبدأ يتحرك، ملحوم من طرف، الطرف الآخر حر، يبدأ يتحرك، يحرك مؤشر أو من خلال فرق الجهد، الازدواج الحراري، السيرموكابل. زي ما حضراتكم شايفين دي درجة الحرارة وده الخارج بالملي فولت. أو من خلال المقاومة الكهربائية، مقاومة كشفة للحرارة. وهنبدأ نجرب كل الحاجات دي دلوقتي، نعمل تجارب عملية عليها. أو من خلال ضغط الغاز داخل كابلري تيوب. أو من خلال انبعاث الإشاعة تحت الحمراء من الأجسام. معانا تجربة على البايومتاليك، هي جواها شريط زي كده ونفس القصة. ده جزء من تمبريتشر جيج اللي هو زي ده بالظبط. هنجرب عليه، نعرضه الحرارة، وده بديل المؤشر.
وعلشان نوضح اكتر، وده مثال هيكون اكثر وضوحا. ده اوفرلود بيشتغل بنفس النظرية، هو عبارة عن معدنين تمام، هنبدأ نعرضه، هو عبارة عن معدنين مختلفين، هنبدأ نعرضه الحرارة وهنشوف تأثير الحرارة عليه. غير وضعه، هنسيبه يبرد تاني ونعرض الحرارة من جديد. هنعرضه تاني الحرارة، هو كده برد. غير وضعه تاني، هنبرده من جديد. نرجع تاني، هنعرضه الحرارة من جديد. الطريقة دي بقيس فيها الحرارة من خلال ضغط الغاز، هو زيه زي أي بريشر جيج. تمبريتشر سويتش، ده الثيرموستات بتاع تلاجة، برضه نفس النظرية، بيغير وضع نقط التلامس بتاعته. وهنا بنقيس من خلال الجهد، ده ثيرموكابل طيب كي، درجة الحرارة، وهنا القراية بتاعت الملي فولت. هبدأ أسخن، زي ما حضراتكم شايفين درجة الحرارة، وادي الخارج بالملي فولت 3.4 3.3، درجة الحرارة بتنزل والخارج بيقل معاها،
وهنا بقيس درجة الحرارة من خلال المقاومة المتغيرة عن طريق معجون البلاتين. زي ما حضراتكم شايفين الفرق بيزيد. وصل 150 اوم. بتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.